خلينا نروح دلوقتي مع حضراتكم للميا تقول لنا اسعار العملات والذهب النهارده. صباح الخير عليكي يا لميا. صباح الخير عليكي هدير. صباح الخير عليكي احمد. صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع متوسط اسعار صرف العملات الرسميه النهارده. دولار امريكي سعر البيع فيه 19.68 والشراء 19.61. اليورو سعر البيع فيه 19.40 والشراء 19.31. جنيه استرليني سعر البيع 22.17 والشراء 22.8%. فرنك سويسري سعر البيع فيه 19.94 والشراء 19.85. اليوان الصيني سعر البيع فيه 2.76 والشراء 2.75. ريال سعودي سعر البيع فيه 5.23 والشراء 5.21. دينار كويتي سعر البيع فيه 63.57 والشراء 63.31. درهم إماراتي سعر البيع فيه 5.36 قرش والشراء 5.33 قرش. ومن العملات الرسمية لأسعار الذهب النهاردة، عيار 18 سعر السوق النهارده 930 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر السوق النهارده 1085 جنيه للجرام، عيار 24 1240 جنيه للجرام، واخيرا الجنيه الذهب سعر السوق النهارده 8860 جنيه. ودلوقتي نرجع لهدير واحمد نتابع معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا لمي.